السلام عليكم ورحمة الله. قصة جريج العابد الذي أنطق الرضيع ابن الزانية. كان في الأمم السابقة أولياء صالحون وعباد زاهدون، وكان جريج العابد أحد هؤلاء الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على يده الكرامات بعد أن تربص به المفسدون وحاولوا إيقاعه في الفاحشة وشوهوا سمعته بالباطل. وقد قص علينا خبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي قصة جريج العابد؟ ولماذا غضبت عليه أمه؟ وما الفتنة التي تعرض لها؟ وكيف أنطق الرضيع ابن المرأة الزانية؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. هذا هو ما جاء في الحديث الشريف. والآن نسرد لحضرتكم قصة جريج كما روتها لنا كتب السنة. كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يخسر مرة ويربح مرة، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لا ألتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة. فانقطع للعبادة والزهد، واعتزل الناس، واتخذ صومعة يترهب فيها، وكانت أمه تأتي لزيارته بين الحين والحين، فيطل عليها من شرفة في الصومعة فيكلمها. فجاءته في يوم من الأيام وهو يصلي فنادته، فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صلاته، ففضل أن يكمل صلاته على إجابة نداء أمه. ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث فنادته وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يجبها، فغضبت غضبا شديدا ودعت عليه بأن لا يميته الله حتى ينظر في وجوه الزانيات. وقد تذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وزهده، فسمعت بذلك امرأة بغي يضرب الناس المثل بها وبحسنها وجمالها، فتعهدت لهم بإغوائه وفتنته. فلما تعرضت له أبى أن يكلمها وأعرض عنها، فازدادت غيظا، فبحثت عن طريقة أخرى تشوه بها سمعته. فرأت راعيا يأوي إلى صومعة جريج فباتت معه،
ومكنته من نفسها فزنى بها وحملت منه في تلك الليلة. فلما ولدت ادعت بأن الولد ابن جريج، فسمع الناس أن جريجا العابد زنى بهذه المرأة، فخرجوا إليه وأمروه بأن ينزل من صومعته، وهو مستمر في صلاته وتعبده، ولكن بدأوا بهدم الصومعة بالفؤوس، فلما رأى ذلك منهم نزل إليهم فجعلوا يضربونه ويشتمونه ويتهمونه بالنفاق والرياء. ولما سألهم عن الجرم الذي ارتكبه أخبروه باتهام هذه المرأة البغي، وأنه زنى بها وأن الولد منه، وساقوه معهم. وبينما هم في طريقهم إذا به قريبا من بيوت الزانيات، فخرجن ينظرن إليه، فلما رآهن ابتسم أو ضحك، ثم طلب بأن يحضروا الصبي. فلما جاءوا به طلب منهم أن يعطوه فرصة لكي يصلي ويلجأ إلى ربه. ولما أتم صلاته جاء إلى الطفل فطعنه في بطنه بإصبعه، وسأله والناس ينظرون إليه، فقال له: من أبوك؟ فأنطق الله الطفل وتكلم بكلام سمعه جميع الحاضرون، وقال: أبي فلان الراعي. فعرفت الناس أنه قد اتهم هذا الرجل الصالح بالباطل، وقد أخطأوا في حقه، وأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به، ثم أرادوا أن يبنوا صومعته من ذهب، فرفض وقال: أعيدها كما كانت من طين. ولما سألوه عن السبب الذي جعله يبتسم أو يضحك عندما مروا به على بيت الزانيات العاهرات، قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. هذه هي قصة جريج العابد كما روتها لنا كتب السنة، وهذه القصة مليئة بالعبر والعظات، ومن أهم الدروس المستفادة منها أنها تبين خطورة عقوق الوالدين وترك الاستجابة لأمرهما، وأن عقوق الوالدين سبب لحلول المصائب على الإنسان، وأن كل هذه المحن والابتلاءات التي تعرض لها هذا الرجل الصالح جريج العابد كانت بعدم استجابته لنداء أمه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.